فيما يخص سليماني تكلمت معاه ونعرفه ونا... أه... لكن راه غير في الايام هذه القليله اللي بدل الفريق اذن سليماني لاعب ذات مستوى عالي أه... نظن انه واحد ثاني السن اللي عنده لكن انظن انا نظن انه لازم يكمل يركز على الفريق اللي راه يلعب فيه وقلت له ان الباب مفتوح دائما فيما يخص بالليلي وفغولي على يعني بالمثال هم راهم امام منافسه كبيره وكاين لاعبين اخرين في نفس دونك في نفس البوست يستاهلوا ان نجربوهم